يستفيد من هذا الخطأ اللاعب رافائيل نادال. الدفاع تمكن من هذه النقطة، نفس الشيء بالنسبة للاعب فوريتش. إرسال قوي، إرسال ممتاز، يأتي في توقيت جيد، يعني ارتقاء كرة عرضية. يأخذ إنذارا هنا لاعب نادال لأنه تأخر عن الإرسال، مع أنه كان يحضر لذلك. خطأ مزدوج، يرتبك، يعرف بأن عليه أن يكون بفعل. الامتياز لكوريتش، تسديدة ممتازة عرضية هنا بتحكم كبير، يعود إلى طوني نادال كما تابعنا على الشاشة، يتابع هذه الفترة المهمة من المجموعة الثالثة. خارج ملعب، خارج ملعب، ردة الفعل بالباك هاند نادال بكسر إيقاع بضرب. في الاتجاه الصحيح، استقبال الإرسال لم يكن ريتش. 5-4 كما ذكر هنا حكم.